مريم من غير ما تقولي لي. ايه ده، هو انا المفروض اعرفك كل تحركاتي ولا ايه؟ لا بس كان ممكن تقولي لي ونيجي سوا. والله ما جاش في بالي ان انت جايه اصلا. لا يعني ايه بقى؟ مش فاهمه. مش قصدي حاجه، بس انت بقالي كتير ما جيتيش، فقلت ان انت مش هتيجي واكتفيتي بالدراسه مثلا. مريم، هو انت ايه اللي في دماغك؟ يعني ايه مش فاهمه؟ لا انا ما بحبش اللف والدوران، فهاتي من الاخر وقولي اللي عندك. هو انت في حاجه بينك وبين عمر خطيب؟ لا هو ما ينفعش تقولي لي كده خالص على فكره. لا ينفع. عارفه ليه؟ عشان عمر ده خطيبي وانا وهو هنتجوز، وبصراحه كده انا مش عاجباني طريقتك معاه ولا قربك منه والهزار اللي انت بتقعدي تعمليه ده. طب بصي بقى، اولا مش عاجباني طريقه كلامك دي خالص، تاني حاجه طالما هو عمر خطيبك وهتتجوزوا وبتحبوا بعض، في مشكلتك بقى ان شاء الله. مريم ممكن تسيبي الشركه؟ لا يا حبيبتي، مش انت اللي تقولي لي اعمل ايه وما اعملش ايه، انا بس اللي اقرر اعمل ايه. مريم انت كده بتخسريني. لا انت اللي بتخسريني، عشان انا ما عملتلكيش اي حاجه تسيء ليكي ولا تسيء لعمر. لا انت بتسيء لنفسك بس. طب بصي بقى، انت من ساعه ما دخلتي عماله تقولي كلام ملوش اي لازمه وانا ساكتاك. هو مش انت خطيبك ده عمر وبتحبوا بعض وانت واثقه من كده؟ يا ما عندكيش اي مشكله. يا اما انت بقى متاكده ان هو ممكن يسيبك عشان اي حد وفي اي وقت. طب انا مش هقولك الكلام ده تاني يا مريم، مالكيش دعوه بخطيبي، فاهمه؟ هاجر تعالي حبيبتي، وحشتيني. اخبارك ايه؟ طمنين عليكي. جيتي امتى؟ والله هو انت مش شايف ان ده سؤال سخيف شويه؟ في ايه يا هاجر مالك؟ في ان انت ما اطمنتش عليا من ساعه ما طلعت من اسكندريه لحد دلوقتي، ولا سالتني عامله ايه في الطريق، ولا حتى كنت قاعد مستنيني. تصدق فعلا عندك حق، انا اسف. عمر هو انت بتحبني؟ ايه سؤال صعب قوي، مش عارف ترد عليه. على فكره انت لو سالتني انا هرد عادي، مش هاخد ثواني افكر ولا ابقى متردده كده، ومش هبقى متضايقه ان انا متنرفزه، عشان ده معناه ان انت فارق معايا، معناه ان انا بحبك. بس اللي انت عامله معايا ده لا، بيقول ان انا مش فارقه معاك اصلا.